مرحبا بي ماي جيست، بيطلع عليكم بحلقه جديده لليوم. واليوم ضيفنا ايدي صادر يلي هو بروجرامر وهو خبير بالمعلوماتيه القانونيه لاكثر من 25 سنه، كمان هو خبير محلف بالاي تي بالمحاكم اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك ايدي. اهلا فيكم. انت ضيفنا لاول مره بس ما رح تكون اخر مره، لانه رح نستفيد من وجودك معنا تنحكي اكثر عن بروجرام مؤخرا اخترعته ونزلته على الابليكيشن كابليكيشن، واليوم رح نستفيد من وجودك معنا كناس ما عندنا باك جراوند بالمحاماة او بالقانون، وعبالنا هيك نسال حيالله سؤال، فاهين شيء نعمله انه نفوت على هالابليكيشن ونعرف تفاصيل اكثر. كيف طلعت الفكره اول شيء معك؟ الفكره بلشت اذا بدك من 16 سنه. عدت بوقت تجوزت عدت بالبناية ما كان فيها لجنة للبناية، فاضطرينا انه نخلق لجنة. عدت انا رئيس لجنة 3 سنين. تقدرت فهمت شو لازم شو واجباتي كرئيس لجنة. اضطريت سألت محامي خيي ما حدا غريب، قال لي بدك تقرأ قانون البناء. قريته فهمت يمكن شيء 25% منه انا كمواطن عادي. لقيت انه القانون صعب. فافضل طريقه من وقتها اجت على راسي انه لا لازم نبسط هالقانون، لانه القانون حق عام لكل الكل. صح. يعني لازم انه الكل يفهموا شو واجباتهم شو حقوقهم تقدروا يقلعوا او يفهموا شو واجباتهم. صح. اليوم ما عندنا يمكن القانون مبسط هالقد، احنا كناس برجع بقول ما عندنا باك جراوند قانوني او ما عندنا محامين بالعائله. اخترعتوا ابلكيشن جديده بتوصل لكل الناس، اكيد بيعملوا لها داونلود فور فري، وهذا اليوم كمان الافانتاج تنقله للمشاهدين. شو سميتها؟ ايزي لوز. اوكي. ايزي لوز يلي هي اذا بدك تبسيط هالقانون، يعني القانون البسيط مية بالعربي. لانه القانون ماده صعبه قلنا بدنا نعمله سهل. عملنا الابليكيشن بطريقه سؤال جواب ليقدروا الكل يكونوا عم يستفيدوا منها. لا انه الاسئله اللي بيبقوا عند الناس هن اللي عم يسالون وعم بيرجعوا ياخذوا الجواب تبعه. قدرنا عملنا بطريقه كتير سهله، السؤال عم بيكون بسيط، جوابه عم بيكون بسيط، وحطينا على كل جواب ملاحظات نحن حاطينهم فريق العمل عنا، وحطينا امثله من واقع الحياه. حلو. يعني كل سؤال جوابه شو في اكزامبل، اكيد اذا بيطبق الاكزامبل عليه شو في اكزامبل بنحط عليه اكزامبل يقدروا يفهموا اكثر كيف كيف مفسر 100%. حلو. هالشيء قد ايه بهين على الناس اليوم، وقد ايه هلا كل شخص عم يحضرنا رح يمسك تليفونه ويفوت على اي تليفون كان معه، ان كان اندرويد او ابل، يقدر ينزل هالابلكيشن يلي اسمها ايزي لوز، انكتب او اس اي جريج و ال ا دبليو اس، ينزل هالابلكيشن يفوت يشوف عن شو عم نحكي، وهي اكيد متوفره باللغه العربيه وبالانجليزية وبالفرنسية. يعني اسم الله عليكم مبكلينا من كل الميلات. تقلك هي نزلت لانه القانون بالعربي، سو اول شيء نزلناه باللغة العربية. بس نقدر نهين على العالم، لان في كتير ما بيحبوا يكتبوا عربي على الموبايل تبعهم. سو عملنا طريقة انه بيقدروا يفتشوا بطريقة بفرنسية وبانجليزي بس رح ياخذوا جواب بالعربي. صح. لهلا تكنا قدرنا وصلنا، لانه الترجمة بتاخذ وقت وبتاخذ كثير ريسورس. تقدرنا وصلنا يكون عندنا الكونتنت كلها بالاجنبي، هلا موجودة بالعربي بس بيقدروا يفتشوا بكلمات انجليزي، يمكن ببينوا بس يشوف السكرين شوت. حاطت كيف نفس الكلمه بتفتش عليها عربي وفرنسي وانجليزي، اللي هي نقات كلمه الجنسيه ناسيوناليتي وناشوناليتي، كلهم رح يعطوك نفس الريزلت نفس الاجوبه نفس ال. حلو. ايدي قد ايه اخذ معك تحضير هالبروجي؟ قلنا تقريبا من مارس 2017 بلشنا فيه، يعني سنه لقدرنا اطلقناه ب 14 افريل السنه. اوكي. تقدرنا اطلقناه، واكيد في كثير مواضيع بعد ما قدرنا نغطيها لانه كتار القانون كثير كبير، وفي كثير مواضيع مهمه كمان بتاخذ نحن معنا وقت لنحضرها. ف
اكيد بدنا في مواضيع بدها تجي ما لنا هلا موجوده شوي ما يفقدوا الامل اذا نزلوا الابلكيشن وما له المواضيع بس المواضيع الاساسيه خليني اقول انها موجوده يعني مثلا طلعنا عليهم تحت الهواء انا وياك وشفنا انه في مواضيع الاساسيه اللي هن العمل اللي هن الطلاق اللي هن الزنا اللي هن الـ 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 العنف يعني هل عندك المدارس عندك البناء عندك قانون السير بس في كمان مواضيع اساسيه كثير بتاخذ وقت يعني في مواضيع مثل الضمان الاجتماعي لحاله بياخذ معنا شغل 3-4 أشهر فبده ياخذ وقت تينزل بس انه في عندك الايجارات كمان ما انعمل كمان مهم عم نحاول قد ما فينا نقدر نعطي المعلومات للعالم باسرع وقت ممكن صح هالعمل اكيد بده فريق كبير تا يشتغلوا لانه انا اليوم اذا بدي فوت على التنور حيلا موضوع من اللي ذكرتهم يمكن العمل بالعمل عندك كذا باب وبكل باب عندك كذا سؤال وكذا جواب وكذا اكزامبل يعني عم تشتغل يعني قد ايه عم تشتغلوا عن جد تا تنزل هالمعلومات لخدمتنا مجانيا برجع بتذكر مجانا برجع بقول وبذكر المشاهدين قد ايه عندك فريق كبير بيتابع وهل في محامين متخصصين اكيد لمتابعه هالموضوع في اشخاص بالتيم موجودين معهم مسار اندروا وهن متخصصين بالقانون وشغلتهم انه ياخذوا هالقانون ويفسروه بصراحه ما انه كثير كبير التيم نحن اللي عم نشتغل مشان هيك عم بياخذ شويه وقت اكثر يعني كل ما بعدنا بنطلع عم نعمل مجهود كبير عم نعمل مجهود كبير وعم نشتغل بشكل سيريو كثير يعني تنقدر نوصل باسرع وقت ممكن المعلومات العالم بتعوزها ان شاء الله بنكبر ونوصل اكثر بدنا دعم اكيد العالم ويكونوا هن مرتاحين ومبسوطين لانه الاستمراريه هي بقد ايه العالم عم تنبسط فيها وعم تحبها وعم تقدر تستفيد منها صحيح لكن بفوتوا على على الابلكيشن تبعوا لتون وبنزلوا هل بفوتوا على البلاي ستور وبنزلوا هالابلكيشن يلي اسمها ايزي لوز برجع بتذكر انه هي مجانا تنزل على تليفوناتكم وبتعملوا سيرش على اي موضوع بدكم اياه مثل ما ذكرنا شوي شوي رح ينزلوا المواضيع ايتي خبرنا اليوم المواضيع يلي نزلتوها مواضيع مهمه مثل ما قلت وبطريقه مبسطه للناس ليش تحديدا هالبروجي كله سوا قمت فيه واليوم يعني اليوم صرنا بعصر سريع كل الناس على تليفوناتها ما بقى حدا يفتح لابتوب طيبعت ايميل صرنا كله من سمارت فونز كلنا على السوشيال ميديا كلنا من تليفوناتنا بنقدر نبعت حيالة ميل بدنا اياه قد ايه اليوم هالشيء بيكون بخدمه الناس لانه مثل ما قلنا وكمان بخدمه بعض المحامين يلي مش كل شوي رح يرجعوا للكتاب تقلك انا لانه مني محامي بحس انه بهمني انا شخصيا انه كنت افهم القانون واقدر اعرف شو واجباتي تجاه حيالة موضوع موجود من هون بلشت اذا بدك الفكره وحبيت انه طورها ولقيت انه لا من حق العالم يعرفوا كل هالمعلومات وحسيت اذا بدك تكون توعيه اكثر مشان هيك قررت بلبنان تكون مجانيه على الاخر في كثير فيتشرز جديد عم نفكر نعملهم تيقدروا يستفيدوا منهم العالم حلوين بفتكر ما لح اذكرهم هلا بس رح ينبسطوا فيهم العالم وان شاء الله عن جد بتمنى انه يستفيدوا من هالابلكيشن لانه ببلاش وعم بيقدروا يوصلوا له بدون اي جهد ولا صح. تكلفه مع انه نحن انا عم بعمل انفستمنت بيرسونيل بالموضوع بحب انه يكون عن جد نجح هالمشروع وقدر وصل للكل من بعد ما اطلقتوا هالابلكيشن اكيد صار في انتراكشن بينكم وبين الناس اللي نزلتها خبرنا عن الفيدباك كيف عم بيكون قد الناس عم تنبسط للي نزلت هالابلكيشن كيف عم بتعرفوا انه نجحت او لا لهلا نجحت لهلا الفيدباك كثير بوزيتيف يعني ما اجينا تقريبا ولا فيدباك نيجاتيف الحمد لله العالم عم تنبسط فيها في ناس يمكن ما بعرف لأي أسباب عم بيرجعوا يشيلوها يمكن أغلب الأوقات عم بيقولوا لي عم بيكونوا لأنه ما في سبيسز على الموبايل تبعهم وهذا عم بيكون السبب أغلبيته في فيتشر حلوة عملناها موجودة هلأ بالأبليكيشن هي أنه إذا فاتوا على سؤال أو على موضوع ما لقيوا حاطين له محل نحن بيقدروا يفوتوا they request
السؤال بيقدر يطرح السؤال اللي بدهم اياه يا فويس يا اما تايبينج وبيوصل لعنا ونحن بنرجع بنعالج هالموضوع بنحضره اذا السؤال موجود بندله وين موجود تيروح عليه اذا ما هو موجود بنجرب نعالج الموضوع باسرع طريقه خلال 48 ساعه ساعه عمل عم نكون تقريبا جاوبنا على كل الاسئله وهيدي عم تكون بوزيتيف للعالم لانه بصيروا اوقات بدي ميز هون شغله نحن ما شغلتنا نعطي نصايح ونحل مشاكل العالم اكيد نحن شغلتنا بالابلكيشن نوعي القانون شو بقول بالنهايه في محاميه هن شغلتهم يتابعوا القضايا وهن شغلتهم يروحوا مع العالم ويشوفوا لهم ويوجهوهم يقولوا لهم شو لازم يعملوا نحن واجباتنا بس نوعيهم القانون شو بقول تيكونوا هن فهمانين وقت المحامي يكون عم يحكي معهم باي طريقه بدهم ياخذوا المعلومات ويرجعوا يردوها لهالمحامي صح وخاصه بهالايام لانه المحامين ما فيكم تعرفوا اذا معكم ولا ضدكم حتى المحامي الشخصي بهالايام صاير منه ما عم يشتغل بضمير للاسف مش كلهم اكيد بعد في محامين بنحترمهم وبنقدرهم بس بعد في محامين للاسف كمان بيعملوا مصلحتهم حتى لو كانوا محامين لاشخاص بيقربون او بيشتغلوا معهم لسنوات ايدي بعرف انه كمان اليوم بتعرفوا قد عم تتنزل على الابلكيشن قد عم بيصير في عندكم فولورز يمكن من خلالها قد ايش هالشي بحملكم مسؤوليه انه تنجح وانه تكمل وانه تستمر بتجديد يعني بدك تفكر انه شو واتس نيكست بهالابلكيشن اكيد الديفلوبمنت تبعها ما بيوقف الريسيرش على الاشياء اللي بتفيد العالم ما بيوقف الحمد لله باول 38 ساعه كنا اخذنا كمان موجودين بسكرين شوتس ببينوا الادوكيشن ترند نمبر 1 باندرويد ونمبر 2 بابل اتواز لنا كثير منيحه يعني كثير انبسطنا انه هالقد العالم ركضت وحبتها ايه هلا بترجع بتخف شوي يعني مع الوقت بنضل نحن عم نعمل الماركتينج اللي لازم كرمال نقدر نوصل للعالم لان في كثير ناس ما بيعرفوا فيها كيف عم توصلوا للناس يعني من خلال برامج مثل برامجكم من خلال فيسبوك سوشيال ميديا قدمهم اليوم التلاميذ اللي عم يدرسوا قانون كمان باول سنه او عبالهم يفكروا يبلشوا بهالدومين او بهالميجر يكون عن جد عم ياخذوا فكره مبسطه عن شو فايتين على شو فايتين ايه اكيد لانه في عندي في ناس اوقات بيجينا ريكوست على مواضيع معينه بنحس انه الشخص منه شخص عادي يعني مبين شخص يا عم بيتعلم يا لانه عم يستعمل تيرمز كثير ليجل منحاول انه قد ما فينا نرجع نعطيه المعلومات نخلق الموضوع بشكل سريع لانه بنعرف انه كمان انه هو بيفيدهم لالهم بكثير مواضيع معينه منحاول قد ما فينا نساعدهم نوصل لهم اياهم وخصوصا اللي عم بيتعلموا هلا لانه عم ياخذوهم بشكل مبسط واكيد هن بيرجعوا مع السنين بيختبرون اكثر وبيختمروا فيهم هالمعلومات براسهم وبحياتهم خلينا نقول لك هنا هالابلكيشن اسمها ايزي لوز فيكم تنزلوها ايزلي على تليفوناتكم ببلاش لكل الناس يلي مثلي ومثل كل المشاهدين اللي عم يحضرونا يلي ما درسوا قانون يلي ما عندهم خلفيه عن القوانين يلي ما بيعرفوا بالقوانين وعبالهم يسالوا او هيك يتسقفوا بحيالله موضوع فيكم تفوتوا على هالابليكيشن حسب الموضوع يلي بتختاروه واكيد في اسئله وفي اجوبه وفي امثال مهمه كثير تا هالقد نبسط للناس وحلو كثير انه هالشيء مش بس هو شغل هو رساله لانه بعرف انه هو مجانا يعني انتم بالاخر عم توصلوا رساله انه تعرفوا الناس شو حقوقهم وشو واجباتهم قد ايه هالشيء لازم تقدروا الدوله وتدعموا وتكون من الاشخاص يلي عن جد يعني عم تروح للاخير معكم بطلباتكم يعني بنتمنى نحن كنا فكرنا انه نعمل شوي كونتاكت مع الدوله لنشوف قديش بيقدروا كمان هن يساهموا معنا بالانفستمنت اذا بدك تبع الابلكيشن بس للاسف يعني الدوله هلا اساسا هلا ما في حكومه يعني ناطرين لنشوف شو هلا في عنا شد حبال بالحكومه ايه هلا بدك تشوفي مين بده يطلع شو بده يطلع وكيف شوي بتاخذ وقت المواضيع
بس كمان ما بعرف قد ايه بيتحمسوا لان في على طول اشياء مواضيع بالنسبه لهم كثير اهم من هيدا الموضوع، بس انا بلاقي انه كثير مهم العالم تعرف شو واجباتها، وما بفتكر في حدا ما انه عامل، ما بفتكر في حدا ما قاعد ببنايه، ما بفتكر في حدا ما انه مجوز مطلق عنده مشاكل اسري. يعني المواضيع اللي عم ناخذها عملنا فوكس جروب وقررنا انه هود اللي بفيدوا العالم وبلشنا نشتغل فيهم، واكيد لقدام في كتير مواضيع جايه، بس يعني مهم مهم انه العالم هي تعرف وتستفيد وتعرف الناس اللي حواليها. ايه اكيد اكيد. يعطيك الف عافيه ايدي صادق. هذه كانت حلقه هيك سريعه واوليه تنقول للناس انه حلقه اولى تنخبر شو هي الابلكيشن، ونخبر انه فيكم تنزلوها ب على تليفوناتكم، اسم الابلكيشن ايزي لوز، واكيد رح يكون عندنا حلقه ثانيه مسكين تليفوناتنا ورح نفوت على كل موضوع ونشرح عنه اكثر ونحكي اكثر عن الطريقه المبسطه لكل الناس يكون عندهم اي معلومه او اي سؤال فيكم تطرحوه كمان عبر هالابلكيشن. شو بدك تقول للمشاهدين قبل ما نختم حلقتنا معك؟ يعني انا من خلال منبركم بقولوا انا بحب انه اذا فينا كمان يمكن نعمل سيشن على كل موضوع ليجل، يعني نقدر نفوت نشوف الاسئله شو الموجود شو مش موجود شو اللي بعوزوه، قديش فينا نعمل شويه توعيه من خلال الابلكيشن بس للعالم تعرفها اكثر، بنكون كمان عم نسهل انه مش قاعدين عم يقروا، لانه كمان بفتكر في عنا مشكله صغيره بالقرايه عند مشكلة العالم مشكله كبير مش صغيره. ايه فهيدي عم تكون كمان بوان فابل بالنسبة للأبليكيشن، عم نجرب نلاقي لها شوية فيتشرز نقدر نظبطهم. حلو، بتعرف ايدي شو الأحلى شيء بهالأبليكيشن؟ إنه واحد شو ما يخطر على باله سؤال، قادر حدا يجاوبه أول شيء بمجانية، لأنه أنا اليوم بتعرف استشارة محامي بتكلف كثير، اليوم عم تحطوا بين إيدينا هالمعلومات يلي هي مهمة لوضعنا، يمكن حدا عم يسأل عن حيلا موضوع اللي ذكرناهم، على باله أو عنده مشكلة بالعائلة، ممكن يعرف حاله لوين واصل، لأي وضع واصل، شو ما كان، طلاق، زواج، عنف، عمل، مثل ما حكينا، وهيدا الشيء اللي هو حلو، اللي هو المستفيد الأكبر منه المشاهد اليوم أو المستمع أكيد. اللي عم يحضرونا ويسمعونا حتى ينزلوه على تليفوناتهم، لكن نزلوا هالابليكيشن، نحن بالحلقة الجاية رح يكونوا معنا تليفوناتنا منزلين الابليكيشن أكيد، ونحكي عن عدة مواضيع، وإذا حدا عنده أي سؤال مثل ما ذكرنا من خلال هالابليكيشن في يتواصل معكم. يعطيك ألف عافية. أنا بتشكركم. وأنا براود إنه عنا شيء جديد نحكي عنه، برافو. ثانك يو، ثانك يو. يعطيك ألف عافية لإلك ولكل التيم، وبدي وجه تحية خاصة لباتريسيا زوجتك، يعطيها كمان ألف عافية. كلمة أخيرة. أنا بدي أتشكركم وإن شاء الله يكون من خلالكم نقدر نوصل للعالم كمان هالأبليكيشن تو سبريد إت، يعني بالقد ما فينا بالمجتمع 100%. شكرا لك إيدي صادر، لكن هيدي كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا، فيكم ترجعوا تحضروها على يوتيوب شانل أصدى تي في، تعملوا لنا لايك على فيسبوك بيج أصدى تي في، بكره حلقة جديدة. مرسي لهارز بلوف ولبيوتي لاونج، إلى اللقاء.